يا صباح الخير يا حبايبي حلوين. اليوم بدي اعمل لكم مطبق او فطاير الحلبة على الطريقة الفلسطينية. وهاي الحلبة طبعا الكل بيعرف، تقدروا تفوتوا على النت وتعرفوا قد ايه فوائدها عظيمة. هذا المطبق احنا بنعمله في المناسبات والاعياد، ومشهور كتير كتير في منطقة جنين، بيعملوه بالاعياد على الفطور مع صواني اللحمة. هذه الحلبة مقوية للدم، مخافضة للسكر، والنساء في مرحلة النفاس والرضاعة. وأنا بتمنى منكم تشوفوا قد ايه في لها فوائد وتعملوها. وممكن نعملها بالعجينة المخمرة، بس مش تخمير كتير، يعني مش مثل عجينة العشر دقائق اللي عملت لكم إياها في فيديو المعجنات والبيتزا، بس شوية خميرة، أو بتعملوها عويصة بدون تخمير اللي بدكم اياه. خلينا نروح على طريقة العمل وافرجيكم كيف احنا بنعملها. هلا بالنسبة للعجينة، خلينا اول اشي بدنا نص كيلو من الطحين المنخول، نخلته قبل التصوير. هذا ممكن متعدد الاستعمال اللي بدكم اياه، الطحين اللي موجود عندكم. شو بدنا لإله؟ بدنا لإله معلقة من الخميرة، معلقة صغيرة يا جماعة، ما تكتروا، تريح بس، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من السكر عشان كمان تعطيكم تحمير للخبزة أو المطبقة أو الفطيرة. هلأ هدول منخربطهم سوا ومنعجنهم. بنحط كوب، أول كوب طبعا بتاخدوا العجينة. شايفين لسه ما لمت معي العجينة، ببلش أعجن. خليني أخذ ربع الكوب وعلى الطرف بنمسح كل الطحين، ومنبلش نعجن، ومنضل نعجن لمدة 5 دقائق لبين ما تطلع مادة الجلوتين وتصير العجينة مطاطية. أنا لسه ما أخذت ربع الكوب الثاني، رح أخذ منه كمان جزء. بدي ألم الطحينات كلهم اللي موجودين في الصينية. أنا عجنتها منيح وأخذت كل الطحينات اللي موجودين بالصينية، ما بدي أنا أكتر. هي العجينة هلأ بس ترتاح، بتطرى معاكم لا تخافوا. شايفين قوامها كيف؟ بس لسه انا راح اعجنها منيح منيح. بدي اياها تاخذ كل الطحينات اللي بالصينية، 20 مرة لفة، 20 لفة زي ما دايما بنعمل. وعدوا 1 2 وكملوا للـ20. وهلا بعد ما عجنتها، شايفين ما احلاها؟ انا بس بدي انعمها شوي بشوية زيت زيتون. شايفين ضل ربع كوب انا ما استخدمته. شوية منعجنها بزيت الزيتون، معلقة معلقتين بس من زيت الزيتون او زيت نباتي اللي عندكم موجود. منعجنها كويس فيها لبين ما تنعم. وهلا بعد ما نعمتها بزيت الزيتون، شايفين هلا بدنا نحطها بجاط ونغلفها ونتركها ونروح نعمل الحلبة سوا. هلا بالنسبة للحلبة، هذا كيلو نص كوب من الحلبة المجففة. شايفين كيف هي؟ هذه هي حبوب الحلبة، ما بعرف إذا بأي بلد بكون اسمها إشي تاني. هاي كتير يا جماعة مفيدة جدا. بدي أنا أغسلها أو أنقعها لمدة 2 يوم، كل 4 ساعات بتغيروا عنها المي. إذا كنتم مستعجلين ممكن تغلوها غلوتين 3 وتكبوا ميتها وتخلوها لمدة 6 ساعات كل ساعتين. يعني بتصحي من الصبح وبتشتغلي هاي الشغلة، أو بالليل بتعمليها، لأنه أنا بدي أتخلص من طعمة المرار اللي موجودة فيها. فيها شوية مرار. وأنا عملت لكم الحلبة، هريسة الحلبة كمان نفس الإشي، غليتها وكبيت ميتها وغيرت عنها ورجعت غليتها. بتعرفوا بتتخلصوا من جزء كبير من المرار، ما تتخلصوا منه كله لأنه في طعم زاكي لهذا المرار. هذا هلا بننقعها بالماي منغير عنها. طبعا أنا عملت واحدة قبل التصوير لأنه ما بلحق، يعني بدها تكون جاهزة. هاي هي اللي جاهزة، شايفين هاي هي الحلبة بعد النقع. إلي من امبارح بغير عنها وغليتها مرة واحدة. بدي أفرجيكم إياها كيف بتكون، يعني تقريبا مستوية. هذه هي الحلبة، طبعا بتتذوقوها، يعني كتير زاكية.
طعمتها كتير زاكي، فيها شوية مرار، وهذا اللي أنا بدي إياه على المصفاية عشان نكمل شغلنا. طبعا نص الكوب هذا بيعمل 4 فطيرات، يعني بيعمل كيلو طحين. لا عشان أحكي لكم على العيار، طبعا إمهاتنا الله يرحمهم ما كانوا لا يعيروا ولا إشي، تقدير. بتعجن هالعجين وبتبلش تشتغل فيه، ما خلصت الحلبة بنعمل أشياء تانية. وأنا مستحيل أعمل حلبة، لازم أعمل زعتر، أعمل سبانخ، وأعمل جبنة. كله موجود في فيديو المطبق، احضروه، كتير لاقى مشاهدات. جبنة وهاي القرفة مع الجوز كله رح أعمله بعد التصوير. هذا لازم نعمل كل أنواع الفطاير. عملت لكم الصفيحة، كله موجود في قناتي، رح أنزل لكم اللينكات والمقادير بصندوق الوصف. وخلينا نروح نعمل الحلبة. وهلأ بدنا نعمل الحشوة اللي هي الحلبة. نص كوب من زيت الزيتون، بدكم تخلطوا بدكم تعملوه بس زيت زيتون. ونص كيلو من اللي هو بصلتين كبار مفرومين فرم وسط، لا خشن ولا ناعم. وطبعا كل ما حطيتوا بصل بهاي الوصفة، البصل بزكيها وبعطيها نكهة كتير زاكية. هلا بدنا ندبلها تدبيل للبصلة. وشو بدنا نحط عليها؟ بدنا نحط عليها معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. في ناس بحطوا بهارات مشكلة، في ناس بحطوا كمون، أنا ما بحط ولا إشي، بخليها على أصولها. وإنتوا شو بدكم إضافات؟ خلينا ندبلها، ما بدنا لا نحمرها ولا نعمل فيها اي اشي، بس تدبيل. وهلا بعد ما تدبلت البصلة بدنا نضيف عليها الحلبة. واحنا ما بدنا نستوي الحلبة مستوية، بس بدنا نقلبها عشان تاخذ من النكهات البصلة. وبعد ما نخلص بس دقيقتين ثلاثة يا جماعة، بس دقيقتين، انا ما بدي استويها ولا بدي امعسها للحلبة، بدي اياها تضلها صحيحة. بحطها على المصفاية عشان اذا فيها سوائل من البصل او من الحلبة ما تخرب لي العجينة. وحكيت لكم شايفين ما شاء الله الكمية فيها بركة، بتكفي لكيلو طحين. وهيك انا خلصت، بوديها على المصفاية ونروح نقطع العجين. وهلا هي تخمرت، او انا ما بدي اياها تتخمر كتير، انا بدي اياها بس ترتاح. حكيت لكم معلقة صغيرة حطيت انا فيها من الخمير، تطلعوا ما احلاها. هايها شايفين، منفرغ منها الهواء ومنقطعها. طبعا تقطيعات زي تبعيد زمان، تقطيعات كبيرة، يعني انا هذا نص كيلو لطحين راح اعمله فطيرتين، يعني تقريبا كل واحد بتطلع 400. وهيك بوزنهم وبقرصهم مثل هيك، وبحطهم على صينية ممسوحة بالزيت، وبغطيهم اتركهم يرتاحوا وارجع لكم. بنحضر صواني للخبيز مدهونة بالزيت. هاي لسه ما دهنتها هاي الصينية. اي صينية عندكم الا الالمنيوم، انتبهوا يا جماعة، مثل ما شرحت لكم بفيديو الكنافة، وخصوصا هاي لانه هلا من نمدها جوا الصينية، فالالمنيوم احيانا بيلزق فيها شو اسمه. فانتوا حموا، هلا انا محمي الفرن، اذا بدكم تحطوا صواني في الالمنيوم بتسخنوها بالفرن وبتطلعوها عشان ما تلزق الفطيره وتغلبكم. هذا العيار هيو انا حطيته على المصفاي، شايفين شو طلع منه؟ هذه الزيوت. وطبعا الحلبه اذا بدكم مش انتوا تعملوا كل الكميه، اعملوا نصها، او اذا زاد طبعا تقدروا تغمسوها بالخبزه، كتير لذيذه يعني، هلا ذوقوها بتجنن. فانتم احرار بالنسبه للخبيز. وطبعا هذا الزيت اللي طلع فيه بصل وفيه حلبه ما راح تكون طعمتها يعني مش زاكي او تطغى على الاكل. الزيت اللي بيزيد لا تكبوا، استخدموا للطبخ. هاي معلومات لحفظ النعمه يا جماعه. هلا بنيجي احنا، خليني احط شويه زيت هنا لانه هلا الرق كليته بالزيت. خليني ابعد عني الصينيه وافرجيكم تكنيك العمل. بدي ارقها، بس ما بدي ارقها كتير، بدي ارقها يعني بحيث تكون ماسكه حالها، عشان هي رح تجيها كمان مره في عمليه المد. فانا ما بنصحكم ترقوها كتير عشان ما تتمزع معكم، هي ممكن تمزع معكم بس يعني مش زي ما
بتكون رقيقة. لما تكون رقيقة بتتحملش معاكم مد، لسه أنا بدي أمدها وهي فيها الحلبة، وهلا تقريبا مديتها منيح. شايفين هيك سماكتها كبيرة يعني مش صغيرة. لا تخافوا من هاي العملية. هلا احنا بنرجع بنمدها، بناخذ ربع من الحلبة وبنحطه بالوسط وبنبلش نوزع الحلبة. وهي ما بتنفع لا بالمعلقة، لازم بالإيد. الله يرحمهم كانوا هيك يعملوا بإيديهم عشان الحلبة تفوت في جوا العجينة وتمسك، لأنه الحلبة مش مثل الزعتر، مش مثل ما عملت لكم بالمطبق. الحلبة بتتحرك من محلها، فأنا بدي إياها تمد. نعمل هيك ومنمد، شايفين؟ بنرجع، هذا التكنيك بدي إياكم تنتبهوا له. بنرجع بنحط على هاي الجهة، شايفين؟ وفي ناس طبعا بيعجنوا جزء كمشي، باخذوا كمشي من الحلبة وبيعجنوا فيها الطحين. نسيت احكي لكم عن هاي الشغلة. هلا هيك بنردها عليها، شايفين؟ بنردها عليها حتى لو طلع بصل او اشي، بس يعني انا ما بدي يتناثروا الحبات، بدي يضلوا جوا الفطيرة او المطبقة تبعت الحلبة. يا عيني هاي شو ريحتها، هلا بتعبي البيت. هاي انا مشغل الفرن على درجة حرارة 200، فرن محمى مسبقا. اذا عندكم صواني الومنيوم بهاي المرحلة بتحطوها لبين ما انتوا تخلصوا. وبنحط هون كمان شوي، ما نكتر. انا انتوا شايفينه كتير، بس لانه هلا هاي الفطيرة بتصير ملات الصينية. هاي 400 جرام من العجين، وحكيت لكم انا اذا بدكم انتوا الفطيرة تكون اصغر او صوانيكم اصغر بتعملوهم 3 قطع او 4 قطع. بنعملها مثل المخدة، ان شاء الله يكون واضح عليكم، مثل المخدة. وبتركها ترتاح عشان ما تتمزع معي. وهون بنقلبها هيك على الصينية وبنتركها ترتاح. بنعمل الثانية، ولا خليني اعمل المراحل الثانية بلاش اطول عليكم. بترجعوا بتعيدوا الفيديو، بترجعوا بتحضروا نفس الفطيرة كله راح اعمله زي هيك. وبدي افرجيكم، شايفين كمان هدول بيعملوا كمان فطيرتين. خليني بعدين انا بعمل، بس اعمل المطبقات التانيين، بشتغل المطبق الزعتر. روحوا احضروا المطبق عن جد، انا عملته طبعا بغير هاي الطريقة، مورق بعمله بالمرقة وبالطحين بطريقة مختلفة عن هاي الطريقة، عشان افرجيكم انا عدة طرق. شايفين طلعوا العجينة، طلعوا خرافية. هيك احنا بنعمل نطبق الحلبة اللذيذ. بدنا دايما دايما فوتوا من الوسط للأطراف عشان ما تتمزع معاكم. هاي الفطيرة يا جماعة بالطعمي 4. وهيك بنضل نمد فيها لنوصلها للأطراف. هلا بدنا هاي، أنا تقريبا فردتها وصلتها للأطراف. طبعا في ناس بيعملوها مستطيلة أو قصدي مربعة، وفي مدوره مثل الرغيف طبعا عشان بيغمسوا فيها، بتغمسوا فيها حكيت لكم الصواني كتير لذيذه، بتغمسوا فيها فطورات اللي بدكم اياه، بتاكلوها لحالها بجنبها، مقبلات طبعا اذا بدكم بتحطوا فيها شطه او الشطه بتغمسوها معها كتير زاكيه. احنا بنحب الشطه مع الماكولات. هذه طبعا اذواق، بندوره، خيار، اللي بدكم اياه، شاي، كاسه شاي طبعا انسوا الموضوع. مثل فطاير الزعتر بالضبط، على الفرن محمى مسبقا، النار من تحت لمدة ربع ساعة. بعدين لمدة ربع ساعة بس تستوي من تحت، بنحمرها من فوق. وإذا بدكم تدهنوها بس تطلع بزيت الزيتون، إذا بدكم تخلوها مقرمشة بصير. وخلينا نروح على الفرن، بدي أحط هاي هلا فرني محمى وأكمل الثانية وافرجيكم اياهم بعد الخبيز. وهي يا جماعه بعد ما استوت، شايفين ما احلاها. ممكن هلا هيك تمسحوا وجهها بالزيت، مع اني انا حاسه ما في داعي. اذا بتحبوها تكون تضل شوي مقرمشه، انا ما بحب كثير ادهنها بالزيت زاكي هيك. وممكن بدكم اياها تطرى بترجعوا بتغطوها شو اسمه، تغطوها بالقماش على اساس تضل طريه فوت المطبخ اللي بدكم اياه. خلينا نشوف كيف احنا بدنا نقطعها. ممكن انتم تخلوها رغفه مثل هيك، وممكن تقسموها لارباع. كيفيه الحفظ بتبرويرات بالثلاجه
بتضل وبتطول لانه عليها زيت، وممكن سخنة، وممكن تحطوها بالفريزر بعد التقطيع. خليني اقطع انا على شكل ارباع، وبتقدموها طبعا لذيذة جدا 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 يا جماعة. شايفين هاي هي من جوا، شايفين طلعوا، الله اكبر، هي قدن الظهر. شايفين هذه هي فطيرة الحلبة، الله، عن جد عن جد انها تضاهي فطيرة الزعتر ويمكن اكتر، لذيذة جدا. وهي الفطيرة الثانية اتحمرت، عشان بدي افرجيكم الثانية لاني حطيتها بعدين، اتحمرت من تحت ولسه من فوق ضايل تتحمر، اخذت معي ربع ساعة. وهدول اسماك الصواني بتحملوا خبز اكتر، انتبهوا لكل صوانيكم، جرانيت، تيفال او الومنيوم، كل واحدة بدها مدة من الخبز يا جماعة، هاي كثير ضرورية تعرفوها. على التحمير وعلى العرض النهائي، هيك بكون خلصت لكم فطيرة الحلبة. وهي أحلى وأطيب وألذ مطبق الحلبة على الطريقة الفلسطينية من مطبخ مريامة، وصحتين وعافية يا حبايب قلبي، وفي أمان الله.